صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 58 لسنة 2023 بتعيين رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الخليفة رئيسا لمجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.